يقاس عليه التعذيب في غياب كامل عن القانون وعن النظام السياسي الرشيد. الحقيقة أننا نعلن من هنا أن الثورة لا تزال مستمرة بكشف كل جرائم الفساد والاستبداد والتعذيب التي وقعت على الجماعة الإسلامية أو على التيار الإسلامي أو على أي مصري في أي مكان في العالم بالتواطؤ مع النظام السابق. وكما قال الأستاذ خالد فأن الكثير من النظم الدولية كانت تتواطأ بعمد مع النظام السابق في سبيل تكريس أوضاعه التي كانت تمرر مصالحها على حساب هذا الشعب الذي استضعف طويلا وانتهكت حقوقه طويلا واستنزفت ثرواته بلا حدود. الحقيقة يا الإخوة أننا سنكشف في هذا اليوم ليس من باب كشف الفضائح والجرائم فقط، وإنما لكي نقول أن مثل الثورة ستلاحق كل فساد وكل ظلم مهما كانت الداعم لهذا الظلم، سواء كانت أمريكا أو أوروبا أو إسرائيل أو غيرها من دول العالم. ونقول أننا لن نسمح بأي ظلم لأي مصري في أي مكان مهما كانت المبررات ومهما كانت هذه الزرائع. أيها الإخوة، في هذه المناسبة وبمناسبة ما أعلنه بالأمس الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، نتوجه بالتحية إلى القوات المسلحة وإلى جيش مصر الباسل وإلى القيادة الرشيدة التي تحكم القوات المسلحة التي قطعت الطريق دون مواربة على كل المؤامرات التي كانت تستهدف مصر وثورتها. ونحن من هنا نقول أننا مع الثورة وسنواصل الدفاع عن الثورة جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف مع القوات المسلحة ومع الثوار في مصر ومع كل الشرفاء الذين يدافعون عن هذه الثورة وهم يدافعون معها عن مستقبل هذا البلد وعن كرامته إلى مدى أو إلى آخر الزمان. نقول أن القوات المسلحة قد أعلنت بالأمس صراحة أنها مع الثورة وأنها ضد الاستبداد وأنها ستواصل دفاعها عن هذه الثورة التي وقفت معها منذ اليوم الأول، وأن هذا الموقف أدعو وأرجو كل من دعا القوات المسلحة إلى الانقلاب على الشرعية انطلاقا مما أعلن بالأمس أن يعتذر عن هذه الدعوة الآثمة التي كانت في الحقيقة هي دعوة للالتفاف على الثورة، دعوة للالتفاف على الإرادة الشعبية. وأرجو من كل السياسيين أن يحرصوا دائما أن يكونوا إلى جوار الثورة وأن يكونوا إلى جوار الشرعية وأن يؤكدوا ثقتهم بالقوات المسلحة التي أعلنت بالأمس دون مواربة ودون أي تعثر أنهم سيقفون مع الثورة في كل لحظة وسيقفون إلى جانب الشعب المصري في كل حين. تحية إلى القوات المسلحة وإلى شعب مصر وإلى كل الثوار الشرفاء في هذا البلد، وجزاكم الله خير.